بدأنا الريكوردنج اهو. انا بتكلم تاني ان انا لازم اسال عن اي حاجه لها ريليشن، يعني الجنرال كونديشن هنا بتاع البيشنت از فيري امبورتنت، ده انا لازم اذكرها كلها بالنيجاتيف حتى. يعني انا في داتا يا جماعه النيجاتيف فيها مهم زيها زي البوزيتيف، في داتا النيجاتيف فيها لا يقل اهميه عن البوزيتيف. مش ان انا اجي في عيان زي ده واقول البوزيتيف داتا بس، لا، ده النيجاتيف داتا ده فيري امبورتنت، ان انا هنفي واكد هذا الامر ان انا اي هاف نو اني تايبس اوف تروما موجوده في فيري امبورتنت سايتس لايك ذا نيك، لايك ذا سباين، لايك ذا شيست، لايك ذا ابدومين. اتس فيري امبورتنت. تاني عندما يكون يبقى عنده فراكشر سباين ويدخل كوادربليجيا او يموت منك من فراكشر سباين، ويبقى كل هم الناس وكل همنا ان احنا حته الجرح الموجود البسيط اللي قدامنا ان احنا شايفينه ده اللي نقعد ندور عليه ونسيب المشكله الكبيره في العيان، محدش يجي يجمع. تمام، اتفضل يا دكتور احمد. As regard lift foot, there is crushed wound in the medial aspect of the right ankle joint and the foot. There is skin and soft tissue loss, difficult ankle movement, pain, tenderness, normal sensation on the, in the distal foot, no complaint of color changes and طيب، coldness هو on احمد the احنا بس end. لخبطنا هنا شويه حاجات مع بعضها. يعني انا كان نفسي يعني باي انسبكشن لقينا كذا، باي بالبيشن لقينا كذا، لكن انت احنا دخلت كده كله لسه مع برضه في بعض الهيستوري، كده ليه؟ لسه في الهيستوري يا باشا. لسه في الهيستوري. طب العيان سالته عن نورمال سنسيشن ازاي؟ يعني حاسس احساس في رجلك موجود ولا لا؟ اللي هو السنسيشن في الطول وفي الدورسال بتاع الطول يعني انت حاسس الطبيعي اللي برجلك. موجود. تمام. احنا من الهيستوري تاني، في الليج علان على ايه؟ في الفوت قصدي. ان في سوفت تيشو لوس تمام، وفي بين وتندرنس وليميتيشن اوف موفمنت وفي نورمال سنسيشن وما في ما فيش سيمتومز اوف اسكيميا اللي هو الكالر تشينجز زي الكولدنس والباراسيزيا وال اللي هي الحاجه بتاع الاسكيميا يعني والبرد. تمام. سألته عن ما فيش تنميل في رجلك، ما فيش ساعة ساعة. حاسس ان تمام. طيب، تمام. حد عايز يسأل عن حاجة تانية يا جماعة في الهيستوري؟ كده خلصنا الهيستوري يا أحمد. تمام، يا باشا كده خلصنا الهيستوري بريزنت يعني طيب، حد عايز يسأل عن الهيستوري حاجة؟ كله. الهيستوري يعتبر مصلوع طفل صغير، مش 16 سنة او 11 سنة، يعني ما عندوش ميديكال ما فيش بروبلم تانية، ما عملش عمليات تانية، ما عندوش بلاد ديزيز، ما عندوش، ولا ما سألتش عن حاجة. لازم لا نسأل. سألت عن بس هيستوري لازم نسأل في هيستوري الباص اوف هيستوري بتاعه. اتفضل. بلاد ترانسفيوجن or disease or operation. تمام. Hemispheric blood transfusion or coronary disease or operation. The family history irrelevant طبعا. تمام، يبقى اتس فيري امبورتنت ان احنا نسال تاني يا جماعه في العيان زي ده عن الايه؟ عن الباست هيستوري بتاعه، يعني والفاملي هيستوري. الباست هيستوري بيهمنا شويه حاجات كتيره قوي، بيهمنا حاجات البلاد ديزيز فيري امبورتنت، عمل عمليات قبل كده ولا لا. بندور تاني يعني ان احنا هندخل نعمل العيان ده عمليه، او هندخل حتى نعمل له غرز حتى بس، فانا بدور على الهيلنج بتاعه شكله ايه؟ هل عنده انذر سكارز، انذر اوبريشن؟ السكارز بتاعته شكلها ايه؟ عنده بليدنج تندنسي؟ حد من العيله بتاعته عنده حاجه؟ احنا عارفين امراض الدم كلها، الهيموفيليا والليوكيميا والحاجات اللي هي امراض الدم دي كلها غالبا فيها فاميلي هيستوري، فاتس فيري امبورتنت ان احنا تو اكسكلود اول ذس. يبقى احنا يعني بعد ما ناخد الهيستوري بريزنت انلس ونعمل اناليسيس الكومبلين بتاع العين كويس قوي، تمام، ما ننساش تاني ان احنا ناخد اللي هو الايه؟ الباست هيستوري والفاميلي هيستوري. تمام يا شباب؟ حد عايز تمام يا باشا. حد يستفسر عن حاجة أو يسأل عن حاجة تانية قبل ما ننقل الاكزامينيشن؟ كنت اسال يا باشا على هل حصل بروفيوز بلاد لوس من الانكل، من التروما اللي في الانكل، عشان انديكيتد ممكن فيرتيبال ارتري انجري. تمام. انت ممكن تسأله ان انت بعد الحادثة ان انت يعني كان فيه جيتنج بلاد كده ولا حاجة، ممكن تسأله السؤال ده. انت يعني كان في نزيف جامد من رجلك، او كان في جيتنج بلاد،
يعني نبض كده دم بينزل منك كده في صورة نبضات كده، ممكن نسأله عن حاجة زي كده. ممكن حاجة تانية ممكن نسألها؟ طيب اتفضل يا General examination. Patient is overweight, 40 kilogram, body mass index 33, length 120 سم. No تمام. pallor, no jaundice, no cyanosis, normal blood pressure, pulse, temperature, and respiratory rate. No problem detected in the abdomen, chest, and CNS and CBS. جميل. Very important النقط اللي الدكتور احمد غطاها دي يا شباب، نذكرها بالنفي او بالايجاب. It's very important النقط اللي الدكتور احمد قالها، نذكرها بالنفي او بالايجاب. حتى لو هي ما فيش حاجه موجب عند العيان، لازم نذكرها زي احمد مذكرها كده، ان انا ما عنديش مشاكل تانيه في اي مكان تاني. ها، ومهم ان العيان البادي ويت ده مهم جدا في السيرجن، احنا عارفينها وعارفين مشاكل اللي هي الاوبيزيتي معانا في الجراحه بتعمل ايه. فالنقط اللي قالها دكتور احمد دي اتس فيري امبورتنت، ان العيان ما عندوش ان اكسكلود حاجه، كل اي حاجه تانية من الكلام اللي احمد قاله ده، اكسكلود ان عنده سي ان اس انجري، اكسكلود ان عنده سباينال انجري، اكسكلود ان عنده شيست تروما، اكسكلود ان عنده ابدومينال تروما. اتس فيري امبورتنت، لازم الصمبه دي اقولها واقولها واعلق على كل حاجه موجوده. ولو العيان عمل جراحة تانية ولا حاجة، هذكرها الأول في الجنرال اكزامينيشن، وكمان أذكر السكار بتاعها شكله إيه، لأن إحنا بتوع جراحة تجميل. ها، فإتس فيري إمبورتنت الكلام ده. اتفضل يا دكتور أحمد. الكونسلتيشن جنرال سيرجري أند نيورو سيرجري إن تي أوبثالمولوجي أند أورثوبيديك كونسلتيشن أول ويز نورمال إكسبت أورثوبيديك ذير إز بوث بون فراكشر أند بوث فراكشر أون ذا أون ذا ليفت ليج أون ذا رايت ليج نتكلم عليه. تمام. Local examination, eyelid, the serrated and contaminated wound, skin loss less than third of the eye, of the eyelid, normal eyebrow, eyelashes normal, no enophthalmos or exophthalmos or no proptosis, normal eye globe, no dystopia, corneal abrasion, normal conjunctiva. Light reflex normal, normal extraocular muscle, lower lid no ectropion, no laceration, برضو no skin loss in the lower eyelid. Sensation, distribution of sensation of trigeminal nerve was normal as regards distribution of infraorbital and zygomatico orbital and mental supratrochlear and supraorbital nerve. No abnormalities, no motor loss as regards the distribution of facial nerve, يعني no facial nerve injury. بعد كده foot examination. كده بس احنا examination خلصنا الفيس كده. شباب مش حاجة تانية عايزين نجزام؟ معلش وانا بس كنت بسأل الإفكت دكتور مجدي. اتفضلي دكتور ايمن سامعك. اتفضلي. الايفكت في الابر اي ليد بس واصل لحد فين؟ هو سكن بس ولا والمصل هي اللي قدامي ولا في طيب. ولا في لوسري باي اكزامينيشن يا دكتور احمد؟ ايه انت ليه؟ يا باشا سكن بس يا باشا، سكن بس، سكن بس، مفيش مصل. ها لا ما هو فيش. طيب نقول حجم الجرح قد ايه يا احمد؟ حوالي 3.5 في كام؟ سنتي ونص. just skin just skin just skin يعني. طب معلش يا دكتور مجدي كان ليا سؤال. اتفضل. خلاص انا مش هعطلكوا، خلينا في الاخر خالص. لا قولي يا دكتور ايمن بس كان السؤال، انا ازاي اعمل assessment في الإديمة؟ طيب it's very important. طبعا كنا لسه هنسأل احمد احنا يعني عملنا ايه بحيث ان احنا نعمل good assessment للاي والبيري اوربيتال اريا الموجوده دي. مبدئيا يعني هي لو المسلز انتكت، كنا من البيشنت كان
open and close his eye. انا عارف ان في اديمه لكن هتلاقي في موفمنت موجوده، ما بيبقاش ايه، ما بتبقاش توزد خالص واقعه يعني. تمام، دي حاجه يعني. الحاجه الثانيه ان هو الاي موفمنت، العيان هيقدر يحرك عينيه مفيش مشكله. الاي ليد لو هو مش كومبليتلي كاتد هيتحرك معاه معانا. يعني اي ثينك ان احمد غطى كل الجوانب بتاع الحاجات اللي هي باي انسبكشن بالبيشن، بس هو حطهم مع بعض. يعني هو احمد جمعهم مع بعض، ما قالش باي انسبكشن هنشوف ايه وباي بالبيشن هنشوف ايه. تمام، يعني كانش ان هو باي انسبكشن هنشوف ايه، هنشوف السيميلاريتي في العينين الاثنين، هنشوف ايه تاني يا احمد، هنشوف الايه الليفل بتاع الاي، هنشوف ايه تاني، هنشوف ديستوبيا مفيش ديستوبيا، هنشوف بروبتوزس مش هنشوف بروبتوزس، ده كله باي انسبكشن يعني. تمام، انا ملاحظ ان النوز هنا فيها مشكله يا احمد. لا يا باشا، ايه اللي فيها مشكله هنا؟ ايه الايش؟ الايش؟ طيب يبقى احنا باي انسبكشن هنشوف حاجات كتير قوي. هنشوف، شفنا الاي برا والسيميلاريتي بينه وبين الناحيه الثانيه، شفنا الايه الاي ليد لقينا طبعا الناحيه دي في ووند، هنشوف الاي بول اخبارها ايه، هنشوف الانفيرور بتاع الاوربيتال مارجن شكله عامل ازاي، هنشوف اللور اي ليد عامل ازاي زي ما هو الناحيه دي زي الناحيه دي ما فيهوش مشكله، هنشوف الليفل بتوع التو ايز مع بعضهم. فكل دي خطوات فيري امبورتنت ان احنا نقدر نشوفها باي انسبكشن. باي بالبيشن هنشوف حاجات كتير قوي، هشوف هعمل اكزامينشن سنسيشن، هشوف في تندرنس ولا لا، هشوف الموفمنت بتاع العين اخبارها ايه بحركه صباعي في الست اتجاهات اللي احنا عارفينهم، اب اند داون اند اب لاترال اند داون لاترال اند اب ميديان اند داون ميديان. هنشوف الموفمنت بتاع العين، هنشوف الفار فيشن والنير باي فيجن بصبعنا كده زي ما احنا متعودين، فنقدر نحكم على الدنيا اخبارها ايه باي انسبكشن اند اي بالبيش. فكل الداتا الكريبتر في السبكوتينس انتزيما في البالبيشن، بالبالبيشن هنشوف هنحس في فراكشر ولا مفيش فراكشر. هناخد دايما يا شباب لما نيجي نحس بناخد التو ايز مع بعض. هو المفروض انا عندي بيبقى عندي حاجتين، تمام، المفروض ببدا بالعين السليمه وبعدين ببدا بعد كده بالافكتد اي. يعني انا لما اجي اعمل اكزامينشن لو انا واحد عنده السر في الفوت مثلا، واحد عنده ليفت فوت السر مثلا، تمام، او ليفت فوت اديمه او اي حاجه في رجله الشمال، المفروض اكشف رجليه الاثنين، ودي غلطه بنقع فيها في الامتحانات، ان يبقى عنده مشكله في رجله الشمال وانت تنسى رجله اليمين خالص وما تجيبش سيرتها ولا تبص عليها اصلا من اساسه. دي ذا بيج ميستيك. يعني احنا تاني بنقول في الاكزام ونتعلم حتى في عياداتنا ان انا ابص على العضو ده النورمال بتاعه وبعدين ابدا ابص على الاب نورمال عشان اقدر احدد الاب نورمال. فانا لو عندي حاجه في ايده الشمال هبص على ايده اليمين اولا، تمام، عنده حاجه في رجله الشمال ابص على رجله اليمين اولا. هنا ذا سيم، رجله اليمين عينه اليمين فيها مشكله، انا عين الشمال موجوده عندي هفحصها اولا قبل ما اشوف عينه اليمين. اتس فيري امبورتنت تاني ان انا اشوف النورمال وبعدين اروح للاب نورمال وبعدين اعمل كومباريزون بتوين النورمال والاب نورمال. فاحنا نعمل اكزامينشن للليفت اي هنا عند الولد ده، وبعدين بعد كده نعمل اكزامينشن للرايت وبعدين نعمل كومباريزون بينهم وبين بعضه. فاحنا طبعا بالبيشن بناخد يعني احنا بنسبكشن تاني، ببص تاني اشوف العينتين السيميلاريتي البوزيشن بتاعتهم الفيرتيكال ترانزفيرس البوزيشن بتاعهم، اشوف الاي ليد، اشوف في بروبتوزس، اشوف في نوفسالموس، اشوف الاكسوسالموس، اشوف اللور اي ليد اخباره ايه، الابر اي ليد اخباره ايه، اشوف الانجلز بتاع الاي اخبارها ايه، الانر كانساس والاوتر كانساس اخبارهم ايه. كل دي حاجات بشوفها باي انسبكشن، شوف حاجات كتيره جدا، بشوف الاي موفمنت، بص لفوق بص لتحت بص لبره بص لجوه بص كده، كل دي حاجات اشوفها باي ايه باي انسبكشن. تمام، بعدين بعد كده ابدا ابص على البالبيشن. والبالبيشن احنا عارفين ان هو في سوبرفيشال بالبيشن ودي بالبيشن. سوبرفيشال بالبيشن احس الاول كده اشوف فيه فراكشر، اتفضلي يا دكتور ايمن، اشوف فيه فراكشر، اشوف فيه حاجه، ابدا اعمل كومباريزون، اخد بيدي على الايدج بتاع البون كده الناحيه دي واشوف اللاترال اوربيتال ريم وبعدين اشوف الانفيرور اوربيتال ريم وبعدين ادخل على منطقه الايه الزيجومتيك ماكسيلاري
النيزل فراكشرز في عنده ولا ما عندوش، اتس فيري امبورتنت. كل ده طبعا كل ده ممكن احس بقى ايه الحاجات اللي بيقول عليها دكتور احمد، ممكن احس الايه الايدج بتاع البون، ممكن احس الايه الكريبنج بتاع العظم لو انا عندي فيه فراكشرز ولا حاجه، لو انا في اير موجود ممكن احس الكليك بتاع الاير موجود تحت ايدي، يعني كل دي حاجات اقدر احسها بالبالبيشن يعني. لكن احنا بنقول سيستماتيك اكزامينيشن كده، انسبكشن الاول والانسبكشن بعلق على كل حاجه موجوده، وببدا بالنورمال اي واروح على الابنورمال بعد كده، بحيث ان انا اعمل كومبازون منهم معهم، وبعدين اقوم داخل على الايه على البالبيشن. تمام. طبعا ايه اسكالتيشن وبركشن هنا ما عندناش احنا ايه اسكالتيشن وبركشن في المنطقه دي، لكن احنا يعني الاساس بتاع الشيت اللي كنا بناخده ايام زمان في البطنه انسبكشن بالبيشن بركشن اسكالتيشن، والبالبيشن تاني عندنا سوبرفيشال بالبيشن وديب بالبيشن. الاكزامينر بيحب يسمع منك في الامتحان كده ان انا في السوبرفيشال بخصوصا لو حاله بريست ولا حاله ابدومن ولا حاجه او سولنج موجود في اي مكان في البادي، ان انا سوبرفيشال بالبيشن بشوف في حاجات معينه، بشوف في التمبريتشر، بشوف في تندرنس ولا فيش تندرنس، ده سوبرفيشال بالبيشن، وده بنعمله غالبا بالبال بتاع الهند يعني، وبعدين او بالدورسال بتاع الهند اشوف التمبريتشر، وبعدين بالديب بالبيشن اشوف بقى تندرنس، اشوف الكاركتر بتاع السويننج الموجود عندي ده او 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 وهكذا يعني. فاتس فيري امبورتنت ان انا ابقى سيستماتيك، ولو مشيت سيستماتيك صدقوني مفيش حاجه هتعدي منك، وهتدي يعني فيري جود امبريشن عنك، وهتلاقي يعني يعني الامور ماشيه معاك من غير مشاكل يعني. اتفضل يا احمد يا محمد، حد عنده الاول اي استفسار في الفيس قبل ما نعدي، قبل ما ندخل، قبل ما ننزل تحت؟ يبقى احنا يعني من الاكزامينيشن بتاعنا بتاع دكتور احمد، انا عندي جاست كات ووند في الابر ايليد وابريجن في الليفت تشيك وال ايه قصدي في الرايت رايت تشيك والرايت اير. تمام كده يا احمد مش كده؟ طب حد عنده كومنت تاني على الفيس قبل ما نطلب لسه انفستيجيشن؟ خلي بالكم احنا برضو احنا كل ده باي ايه باي اكزامينيشن، هنطلب العيان ده انفستيجيشن، هنقول وات از انفستيجيشن شود بي فور ساتش بيشنت. حد عايز يسال عن حاجه الاول تاني او استفسر عن حاجه؟ معلش يا فندم قبل ما نسيب بخصوص السؤال اللي سأله دكتور ايمان بخصوص ديجري اوف اديما، يعني دي لها بارامتر معين نعرف نقول ده سيفير اديما مودريت اديما مايلد اديما اللي في التشيك مثلا ولا لا؟ اي ثينك دي بتبقى يعني بترجع دكتور محمد ان انت للديجري للوضع بتاعك انت بتعمل كومباريزون بالاذر سايد، يعني انت يعني وده اهميه الاذر سايد، ان انا يعني دلوقتي اللي شايف اللي دي من عندي دي تعتبر مايلد او مودريت، مايلد تو مودريت نوت سيفير يعني، ها فانا بعمل كومباريزون تو ذا اذر سايد، ودي اهميه ان انا ايه ان انا ابص على الناحيه الثانيه يعني الديفرنس بتوين الناحيه دي والناحيه دي، اه يعني مايلد تو مودريت ايه اديما موجوده بس نوت سيفير اديما مثلا، ها حتى عينه دي بالنسبه لعينه دي يعني لازم يبقى في إديمة عندك طبعا، لكن السفير إديمة دي بتبقى اللي هي التنس إديمة، ان انت تعمل بس جاست بالبيشن كده تلاقي دي تنس، ما تلاقيش فيها اي الاستيست خالص يعني. تمام. اي استفسار تاني بالنسبة للفيس قبل ما نروح الفوت؟ طيب انفستيجيشن نعملها ايه يا احمد هنا في الفيس؟ سيتي اول حاجة سيتي، لو انا في مكان ما عنديش سي تي يا جماعه، لو انا في وحده صحيه ما عنديش غير جهاز اشعه وما عنديش سي تي، ايه رايكم احول العيان ده مخصوص ولو جاي لي بالفيشيال تروما دي بس، واي كان دو ات اندر لوكال في الوحده الصحيه عندي، ابعت العيان عشان يعمل سي تي ولا ايه رايكم؟ تندرنس بيبان يا فندم لو في فراكشر ولا كريبتس او في تندرنس. طيب برضو تمام يا محمد، لكن احنا عايزين برضو تكونفيرم، وانا في مكان تاني انا مثلا شغال حظي الجميل وداني ان انا رحت مستشفى مثلا في الوادي مثلا وما عنديش امكانيات ان انا العيان يعمل سي تي، وعشان اقرب مكان العيان يروح يعمل فيه سي تي هياخد له مثلا 3 4 ساعات سفر رايح 3 4 ساعات سفر جاي، في رايكم هل في بروسيدر
ممكن اعمله يغنيني عن السي تي وابقى كونفيرم ان عندي مشكله ما عنديش. اكس ري تمام يا احمد. ايه واتش تايب اوف اكس ري؟ حد يعرف يا شباب واتش تايب اوف اكس ري؟ يعني انا العيان ده خليه يعمل اكس ري على عظم وشه، هل في منظر معين هيبين لي ان انا لو عنده فراكشرز في المنطقه دي الاوربيتال ريجون ولا لا او النوز؟ حد يعرف؟ It's very important على فكرة النقطة دي يا جماعة، وبتتسأل في الامتحان على فكرة، واللي ما بيعرفهاش بينقص. حد يعرف؟ قول يا أحمد كده عارف؟ لا بس مش عارف. أنا قلتلكم مرة في المرور يا أحمد على فكرة. ها؟ في منظر معين كده؟ ها؟ تمام. مين اللي قال؟ أنا فندم ما حضرتك عمر. عمر تسلم. ووتر فيو صحيح. يبقى في الووتر فيو ده اتس فيري امبورتنت يا جماعه، اللي هو اسمه سبمنتو فيرتكس، اسمه سبمنتو فيرتكس، بياخد من سبمنتم للفيرتكس كده. ها ده الفيو اتس فيري امبورتنت. تسلم يا دكتور عمر. ده بيجيب لنا بياخد الفيو كده بالمنظر ده كده من سبمنتو للفيرتكس، فبيجيب لنا الجزء ده كله كده من الوش قدامه كده كأنه ماسكه في ايدك كده. ها فتقدر تحكم منه على عنده فراكشر نوز ولا لا، تقدر تحدد منه الانفرا اوربيتال، تقدر تحدد منه الزيجوما والمجزيلا والسوبرا اوربيتال. ها فالفيو ده تعرفوه، وهم الفنيين الاشعه عارفينه على فكره. انت لا بس لو قلت له ووتر فيو بيعمله لك من غير ما يسالك ايه الووتر فيو ده. ها يعني هو وضع معروف عندهم ومشهور، و يعني بيتعمل على جهاز اكس راي العادي خالص، وزي ما بقول لك كده ان هو بيغنيك اولا تكلفه على العيان، ويغنيك انك تنقل العيان يروح مكان تاني عشان يعمل اشعة، وبيوفر عليك وعلى العيان حاجات كتير قوي. تمام تسلم يا دكتور عمر. يبقى ايه اللي هو الووتر فيو؟ يعتمد عليه في الطوارئ. يعتمد عليه يا احمد. يعتمد عليه لو تقرأ كويس، لو تقرأ كويس يعتمد عليه. لو انت طبعا عندك بقى امكانيات تانية والدنيا عندك بقى انت يعني في مستشفى جامعي وعندك جهاز سي تي وكلام زي كده، يعني عايز تعمل العيان عشان تبقى كونفيرم 100%. لكن زي بقول لك كده ان هو يعتمد عليه، يعتمد عليه على الووتر فيو، تقدر تشخص منه ان انت عندك مشكله ولا ما عندكش مشكله. تمام يبقى نعرفه بس نحفظه. ووتر فيو اللي هو سبمنتو فيرتكس. ها سبمنتو فيرتكس بيجيب لك العظم اللي هو سوبرفيشال بارت بتاع البون بتاع الفيس هنا كده، تقدر تشخص منه فراكشر اوربيت، فراكشر زيجوما، ماجزيلا، انفرا اوربيتال اند سوبرا اوربيتال فراكشرز. تمام تمام. اتفضل دكتور احمد هنكمل ننزل على الفوت. حد عنده عايز حاجه في الفيس يا جماعه تاني قبل ما ننزل؟ يبقى خلاص ده يعني احنا اتفقنا ان هو جاست كات ووند، هنعمل له كلوجر دايركت كلوجر مع طبعا غسيل ونظافه زي كل الزملاء اللي قايلين هنا. احنا هنغسل وهنعمل ديبرايتمنت للايه التشو اللي احنا شاكين فيها ان هي ديفايتلايزد ولا حاجه، وهنقفله دايركت كلوجر ايا كان اللي هي او هيحتاج ايه، هيحتاج جرافت ولا حاجه اكوردنج تو سيتويشن بقى ساعتها. لكن يعني اللي يهمنا الاول التشخيص قبل الايه، قبل الايه العلاج. انا ملاحظ الناس كلها كانت مركزه على الايه هاو تو مانج. اتفضل يا دكتور احمد. الفوت اكزامينيشن كنت يوزد كراش دون اند اكسبوز ميديا فيروس. انا اقول باي 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 انسبكشن باي احمد كده، باي انسبكشن لقينا ايه، والبوزيشن بتاع الفوت ازاي، والوند شكله ايه، والفينجرز شكله او توز قصد شكلها ايه، والانكل شكله ايه. يعني باي انسبكشن بقى نعد كده شويه حاجات كده يعني. Crushed wound on the medial aspect of the by inspection. Crushed wound on the medial aspect of right ankle and the right foot, measuring about 10 centimeters, 10 centimeters, 10 centimeters. هو أكتر شوية بس يلا. There is exposed medial malleus. The foot, no drop foot. No exposed neurovascular bundles or nerves in this area. By palpation. ونسبكش كده خلصنا. لسه في حاجات كتير خالص.
باي انسبكشن تاني انت دخلت على الجرح على طول، انا هقول ان الفوت شكلها ان عندنا اديمه في الفوت، الفاسكولاريتي شكلها كويس، شكلها كويسه ولا مش شكلها كويسه، انت شايف التوز قدامك تمام. يعني فباي انسبكشن المفروض انا يعني هاكسكلود حاجات كتيره قوي. الاول تو كونفيرم انا عندي تاني سكين، عندي تحت السكين عندي مالتي لايرز سوفت تيشو، عندنا ماسلز، عندنا بون، عندنا نيرفز، عندنا ارتريز، عايز كل دول اعمل لهم اكسكلوجن من التروما ولا تروماتايز، ها، وهل الوضع اللي عندي ده ارجنت انا لازم اتدخل دلوقتي حالا ولا لا. كل ده باي انسبكشن. يبقى باي انسبكشن هقول لو انا همسك الجرح ده الاول، هقول الجرح حجمه قد ايه، كام في كام، النيتشر بتاعه الجرح شكلها ايه، مليان ديرت ماتيريال وسويلز وحاجات كده من الارض، وشكل الجرح ان هو هوش كلين كات انجري، ده هو سيفيرلي كراش كوميونيتد انجري زي ما احنا شايفين كده، السكن اراوند يعني انزل لسه بارت اوف ذا فوت برضو عندنا فيه مشكله، ما جبتش سيت ولا علقت عليه، فاسكولاريتي في الفينجر اخبارها ايه، انت قلت البوزيشن بتاع الفوت بس قلت نود روف فوت، لان شايف ان الفوت ما هيش دروف فوت، ولكن انا هقول ان الفوت يعني واخده سنه بلانتر فليكشن شويه، ما هيش دورسي فليكسد ولا هي في نيوترال بوزيشن، هي سنه واخده سنه بلانتر فليكشن شويه، في عندي إديمة عند شكل البيك 2 في مشكله، يعني اي ثينك ان البيك 2 افكتد بالتروما، فده كون انت برضو ما اذكرهوش، ده برضو عندنا مشكله. عندنا هنا انا متوقع ان امبورتنت ستراكشر بتمشي في المنطقه دي ايه، عند البوستيرور تيبيان، عند التيبيرس بوستيرور، عند كل البوستيرور جروب بتاع المصل كلها بتمشي من الجزء ده من المنطقه دي، هل هي افكتد ولا دوزنت افكتد، يعني ممكن اجزم ان هي افكتد او اجزم ان هي دوزنت افكتد. فانا تاني يا جماعه في الـ في الـ في الـ في الـ في الاكزامينيشن انا ببص على حاجتين، ببص على الاناتومي بتاع المنطقه دي وايه اللي بيمشي معايا في المنطقه دي وبيعدي معايا، وهل هو افكتد ولا دوزنت افكتد الباثولوجي بتاعه يعني. فعايزين نعلق على كل ده يا احمد. كل ده والباي انسبكشن الديب فاشيا از انت يعني ابيرز انتكت، يعني نو يعني معنى كده ان مفيش نيورو باسكولار باند افكشن يعني في الحاله دي. امال ايه الحاجات دي يا احمد، الحاجات اللي بشاور عليها دي، ده مش بون ده بشاور عليها، هو البون اكسبوز ميديا مالوس، حته صغيره من ميديا مالوس، ميديا مالوس اكسبوز. طيب تمام، لكن بقيه الفاشيا انتكت، وكانت ديب ستراكشر باي انسبكشن ممكن نقول انها انتكت. يعني ديب ستراكشر ما هيش باينه باي انسبكشن، لكن منظر الفاشيا عندي هنا برضو شكلها دي فيجيتاليز فاشيا، ما هيش. طيب نكمل التعليق. عندنا كل الميديا الاسبكت بتاع الفوت شكله ايه، اهو برضو كراشد انجل اهوت موجود تمام. عندنا البيك 2 شكله مش طبيعي قوي، الصوره مش باينه قوي لكن شكله مش طبيعي، ما اعتقدش ان في صوره تانية انت جبتها للعيان ده، يعني ما جبتلناش اللاترال فوت اخباره ايه، اللاترال اسبكت بس اي ثينك ان هو كويس كده. يا باشا نورمال طبيعي. عندنا هنا البيك 2 افكتد مش كده ولا دازنت افكتد، الابريجن ما فيش حاجه. هنعلق على الفاسكولاريتي اخبارها ايه في الفوت، قول نورمال بس كده، الجارد دورسالز بيدس، دورسالز بيدس نورمال، عند البوستيرور تيبيال ارتي دخلنا كده على البالبيشن يعني، ها مش كده. طيب كده دخلنا احنا برضو ما زلنا باي انسبكشن، بنشوف الكالر بتاع الفينجرز اخبارها ايه، والكالر بتاع الفوت اخبارها ايه، ده از ريجارد الفاسكولاريتي تمام. وبعدين ندخل بعد كده بقى على الايه، على البالبيشن. البالبيشن بنعمل فيه اكزامينيشن للفليكشن والاكستنشن بتاع الانكل وبتاع التوس كلها، نحاول نشوفهم اخبارهم ايه، ده بالايه، ده بالبالبيشن، ان البالبيشن مجرد ما المس العيان دخلنا من الاسبكشن للبالبيشن تمام. انت ممكن بالاسبكشن برضو تسال العيان تقول خد رجلك لفوق، طب خد رجلك لتحت، ده ممكن بالانسبكشن برضو كونفيرم ان عندي مشكله في الايه، ممكن عيان يبقى عنده بين ومش قادر من البين ان هو يعمل الايه، يعمل المومنت بتاعتك، هنعلق بس ونقول حتى عليها يعني، لازم ايه، لازم نذكرها يعني تمام.
نعمل المفروض باي انسبكشن برضو نشوف كل التوز اخبارها ايه، البيك تو اخباره، الموفمنت بتاعته اخبارها ايه. اتس فيري امبورتنت. هندخل بعد كده على البالبيشن. اتفضل يا باي بالبيشن اكسبوزد ميديا ميرور ان ذا اند اند ذير از ذير تيشو contaminated soft tissue, the soft tissue loss, skin and soft tissue loss, and contaminated one by pulvation. As regards the vascularity, bulba with the dorsalis bedis and the proximal artery. As regards the sensation, proximal bulba with the dorsalis bedis bulba. The two. حسنا بسيرتيبيال فين يا أحمد؟ behind the medial malleus. طيب اذا كان medial malleus عندك مكسور ومدغدغ بالمنظر ده اديب يا باشا. طيب بالاديب يعني the sensation dorsum and the sole of the foot are normal and the sensation in the first two species is normal. بعد كده sensation of vascularity ممكن نعلق كمان يا باشا there is a severe limitation of movement due to fracture of the lower leg. تمام. على البالبيشن limitation of movement, hotness, tenderness, redness. Redness double inspection. لكن ممكن نقول hotness, tenderness. في برضه حاجة من inspection اللي هو الكبير refilling. refilling. لازم تعلق عليه مع دايبر inspection. انت هشوف الكبير الفيلنج بتاع العيان ده كويس ولا مش كويس. تمام. It's very important يعني. تمام. يبقى احنا هنعلق يا جماعه تاني قلنا الانسبكشن قلنا بالبالبيشن هنعلق حاجات كتير قوي. ها هنعلق على الوند اللي عندي تاني شكله ايه، علق على البالبيشن، علق على احط في دماغي الفاسكولاريتي، فاسكولاريتي علق، اشوف بالبول ارترز ولا لا، هشوف الكابيلاري فيلنج اخباره ايه. It's very important. هنشوف السنسيشن اخباره ايه، هشوف الموفمنت اخباره ايه. عندنا هنا مشكله طبعا العيان ولحد دلوقتي احنا ما عملناش لسه اكس راي، بس احنا يعني دكتور احمد سمعنا وقال انه عنده فراكشر، لكن احنا لازم نعلق على الموفمنت اخبارها ايه ونسبتها في تذكره العيان. لو احنا very important الشيت بتاع العيان يبقى مثبت فيه الحاجات دي. تمام. طيب حد عايز الموفمنت هتبقى ليميتد كده كده عشان الفراكشر، عشان الفراكشرز يعني... تمام. طيب حد عايز يسأل عن حاجه تاني؟ انصتش بيشنت، حد عايز يسأل عن حاجه تاني؟ طيب يبقى احنا من الداتا يا جماعه من الهيستوري بس لو سمحت فندم. اتفضل يا دكتور عمر. الاذر سايد اللاترال اسبكت والليج من فوق الادجيسنتيريا اللي ممكن هو احمد بيقول ان هي كويسه، ما هو ما جبناش صور ليها يعني. يعني لكن هو انا سالت احمد عليها من شويه بقولت له انت ما جبتناش اللاترال اسبكت، لكن هو بيقول ان هي كويسه مش كده يا احمد؟ اه يا باشا. طيب يبقى احنا من الهيستوري بس قدرنا نحط الدنيا فيها ايه. لسه هنحتاج، لازم نحتاج اكس راي يعني، دي حاجه لازم مش لا مفر منها يعني. ها تمام. فعملت له اكس راي طلع عنده فراكشر بوس بون. ممكن ابعت الاكس راي لحضرتك. ابعت على جروب الزملاء يشوفوها يعني. تمام. طيب البلان بقى بتاع المانجمنت يا احمد. اتفضل. انا مسيتي مجال اوفيشال investigation CT maxillofacial and brain and spine abdominal ultrasound chest x-ray all was normal, were normal. نعمل x-ray foot and CT ankle joint. ممكن نعمل later on CT angiography for vascularity يعني. بعد كده يعني مش عايزين نطلب حاجات extremes يا احمد يعني. اللي نقصده انا دلوقتي في حجم التروما عندي انا هعمل حاليا للعيان شويه investigation. عيان هو العيان ده انا عامله ان هو مالتي تروما، ستيل هعمله مالتي تروما، هطلب له زي انت ما قلت كده هطلب له سي تي برين وعلى الفيشيال بون، وهطمن على السباين عنده كويس ما عندوش مشكله، هطمن على الشست، هطمن على الابدومن ان ما عندوش مشكله،
اعمل له طبعا اكس راي تحت كافيه جدا، مش لازم اطلب العيان سي تي على الانكل جوينت دلوقتي في الوضع ده، يعني ان احنا في وقت التروما اي ثينك ان هو يعني محتاج ان انت تعمل له بتاع العظم يعمل له فيكسيشن على الاشعه العاديه وانت هتعمل له كفرج، لكن سي تي انكل جوينت عشان ايه في 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 وضع زي ده، فاحنا برضو بنطلب للعيان الحاجه اللي هو محتاجها اكوردنج تو سيتويشن اللي احنا فيه. تمام تمام. بعد كده بقى نبدا التريتمنت ادفانس تروما لايت سبورت الاي والبريسنج والسيركيليشن والديسابيليتي والاكسبوجر بتاع العيان. تمام. وبعد ناخد الامبل هيستوري سكند سيرفي اللي هو الدراج والضغط. احمد صوتك راح ولا انا عندي مشكله بحيري؟ يا باشا اختفى احمد خالص. احمد اختفى خالص. طيب حد من الشباب كده يبقى معانا يقول لنا وانا شايف كل الزملاء كانوا معلقين برضو على نفس القصه كده، يقولوا ان هو هنعمل ATLS وهنعمل ستيشن وبعدين يعني اي ثينك حاله زي دي هنعمل ديبرايدمنت وسكند لوك يا جماعه، مش كده ولا ايه رايكم؟ واحنا نعلم حضرتك ان احنا بنغطي من اول سيشن وهنغطي من اول سيشن لو عندي important structure exposed. هو هنا فندم الانفكشن جامده لكن انا ما عنديش هنا important structure. I mean important structure حاجه زي تيبالس انتيرور يا جماعه، زي الحاله اللي انا يعني كنت عرضتها في المؤتمر، هعرضها لكم ان شاء الله تاني. لكن انا لو عندي important structure exposed بغطي على طول، ما بستناش يعني ما بسيبش مثلا تيبيالس انتيرور، ما بسيبش تندو اكيلس، ما بسيبش بون اكسبوز، دي بغطيها على طول وانس. لكن انا يعني اي ثينك عيان زي ده اي ثينك ان هو محتاج سكند لوك وليكن مثلا بعد 24 ساعه ولا حاجه. فضلنا اقل من دقيقه، خلي بالك وشكل احمد بحيره راح مننا. اي ثينك ان هنا هنعمل ديبرايدمنت وسكند لوك، ممكن نبقى ندخل نتكلم عن الايه ريكونستراكت اوبشنز ان شاء الله في الحاله دي المره القادمه ان شاء الله. لكن لو احنا النهارده كنا تركيزنا كله على الشيت، لو حد من الزملاء عايز ياخد حاله شيت في حاله كرونيك يبقى الكلام فيها مفصل شويه عن كده، ان حاله التروما برضو محجمانه في التروما، لو نجيب ليج ألسر ولا حاجه وحد ياخد الشيت بتاعها ونتناقش برضو في الشيت تاني هاو تو تيك ا هيستوري. It's very important. لا باش عايز النت فصل رجعت تاني. طيب يا احمد احنا خلاص غالبا الزوم فاضل له اقل من دقيقه يا احمد. احنا كنا لسه بنقول طيب. ان شاء الله احنا هنبدا الحلقه المره الجايه الريكونستراكتيف اوبشنز للحاله بتاعتك دي ان شاء الله. نشكرك شكر خاص يا احمد بصراحه، ربنا يكرمك ويبارك فيك، وبندعو كل الزملاء